with fashion. وبهيدا الفيديو حابة أحكي لكم عن البرودكتس يلي حبيتهم استعملتهم خلال شهرين ديسمبر وجانيوري. سو خليكم معي. سو خلال هالشهرين مثل ما قلت لكم من ديسمبر وجانيوري حبيت وجربت أشياء جديدة وفي منها أشياء قديمة اكتشفتها من الجديد. سو حابة أحكي لكم عنها. أول شيء راح أحكي لكم عن السكين كير وبرجع على الميك أب وفي كم شغلة هيك ما خاصة بالبيوتي. فأول شغلة هي الكيلز ميدنايت ريكفري كونسنتريت. انا اوريدي حكيت لكم عنها بالفيديو تبع الماي سكين كير روتين النايت روتين. هيدا الاويل من احسن الاويلز اللي استعملته بحياتي. عندي واحد تاني من كلينيك كلارانس فرجيتكم عليه بالفيديو الماضي. صراحه هيدا عم بحبه اكثر لفصل الشتاء لانه بيرجع لي المويستشر يعني الرطوبه لبشرتي خصوصا بهيدا البرد. يعني كثير عم يعني بشرتي اصلا هي ناشفه وميل ل السنسيتيف يعني الحساسه. فهيدا الشيء انا بحطه قبل ما انام بعد ما كنت نظفت وجهي وبيرد للبشره كل شيء الصبح. بحاول ما كتير استعمله يعني ما بستعمله كل يوم, بستعمله يوم اي يوم لا. سو بيكون كتير بالانس منيح. ما تنسوا انه هيدا فيكم تستعملوه بحيث لكل البشره يعني ما انه بس للدراي سكين. البرودكت الثاني اللي حابه احكي لكم عنه هو البيز لاين كولد كريم. هو كريم للنهار وبالليل كمان معمول لكل انواع البشره. هلا ما بعرف صراحه اذا كل انواع البشره بس انه بحس انه للنورمال سكين والدراي سكين كثير منيحه. للاويلي ما بقدر احكي شيء صراحه لانه شوي فيها يعني كريمي كثير ثقيله ما انها خفيفه الكونسستنسي تاعيتها. الماركة ديزاين هي ماركة لبنانية وهي مشهورة لأنه كل الانجريدينتس اللي بقلبها هي ناتشرال يعني كل شيء بيعتبروه بيجيبوه من الطبيعة. يعني إذا بتقروا من وراء بتلاقوا كل الأشياء منيحة. سو هيدي بتجي من البيز يعني من العسل. وكنت خايفة إنه يكون ريحتها كتير عسلية بس إنه صراحة لا أمنها كتير. فيها شيء هيك مثل ورد أو مثل الطبيعة يعني كأنه مثل ما زهر يمكن ما ورد شوي يمكن. كريم كتير منيح بستعمله مع هيدا الاثنين يعني هو الأكتر شيء عم بستعملهم حاليا. هيدا بالليل وهيدا بالنهار وكتير منيح. كمان هيدا حلو انه فيني استعمله لكل انواع البشرة يعني مطارح الناشفة كتير فيني استعملها. وكتير منيح كمان بيقولوا خلال الصيفية لبعد البحر يعني الاشي اذا احترقته او صار في احمرار كتير منيح. بعد ما جربته بالصيفية بس بحس بالصيفية بجربه. شغلة الثالثة هي شيء جديد كمان عم جربه هو من سويس كير اسمه XL Eyelash Lengthening Serum. هو سيروم لتطويل الرموش بيجي هيك بهيدا التيوب بيجي مع ريشة صغيرة على الطرف. هو مثل زيت أو سيروم للرموش ليطولون ويكونوا كاسفين كتير. هل حاليا عم بحب استعمله بهلا لهالشهرين صار هاي تالت شهر عم استعمله صرت عم بحس بالفرق. هلا مش هالفرق يلي واو انه خلص انه صار عندي رموش جديده لا مش هالقد بس بتحسوا انه في كثافه يعني خصوصا انا بالرموش التحتانيه عم بحس كثير فرق كبير. وكمان بستعمله للحواجب عم بحس انه الحواجب عم تطول وبتصير المطارح اللي ما كان يطلع فيها شعر صار يطلع شعر. هلا ما بقدر اقول او احكم اذا وقفت استعمله اذا رح يضل هيدا الشيء المفعول ولا لازم دائما استعمله. برجع بخبركم على الموضوع بس انه وقفه بس بحس هني عم هلا انا قاريه بالانستراكشنز انه على القليل لازم نستعمله من 5 لـ 6 شهور. سو بعد عندي شهرين حاليا كتير مبسوطه وبنصحكم انه تجربوا. ثالث شيء هاي كان ثالث شيء. اوكي هلا بننتقل للبرفيومز. خلصنا سكين كير. برفيوم يلي انا هالشهر عم بستعمله هو مش لهالشهر حتى شهرين ثلاثه هو فلاور بومب لفيكتور اند روز. هذا البرفيوم المفضل عندي. هيدي ثاني قنينه وتقريبا رح تخلص يعني انجأ فيها شوي صغيره. ريحتها كتير غير عن الريحه الثانيه. منا كتير سويت بس بنفس الوقت بتحسوا فيها اشياء الفلاوري مع الفروتي. ريحة منا ولادية يعني اذا ما بعرف اذا انتو كنتوا تستعملوا مثلا الاسكادا او الاشياء مثل البريتني سبيرز شو اسمها فانتزي هدوليك كتير بتحسون فلاشي كتير هيك ولادة فيها كتير اشياء سويت. هيدي لا سوفيستيكيتد بتحسوها كتير رايقة وراقية جدا وكتير منيحة للشتوية وبتضاين كل نهار. يعني انا حتى تاني نهار انه اذا بفيق مثلا او بلبس ارجع الكنزة اللي كنت لابسيها بحس البرفيوم كتير بعدها فايحة. صراحة كتير زعلانة رح تخلص بس انه بحس رح ارجع اشتري وحدة تانية.
بعدين هلا بننتقل للميك اب. ما عندي كثير ميك اب هالشهر، يمكن بس شغلتين. اول شغله هي البيبي كريم الجديد، الفاونديشن اللي عم بستعمله هو من ماركت بونز، وهو الايج ميركل بيبي بلس. هلا هو محطوط انه هو انتي ايجينج، انا ما بقدر احكم على هالموضوع لانه ما كثير عم بستعمله كانتي ايجينج، عم بستعمله كبيبي كريم لانه خلص الجارنييه اللي كنت استعمله البيبي كريم، وحبيت انه جرب شيء جديد لانه بحبه كثير للجارنييه، بس البركه في شيء موجود. وسمعت كم شخص عم يحكي عن هذا البيبي كريم وقلت خليني اجربه، كثير حبيته. الكفرج تبع هذا البيبي كريم كثير 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 احسن من الجارنييه. هلا المشكله بهيدا انه حسيته شوي بنشف، يعني اذا كان بشرتكم كثير ناشفه ما بيناسب لبشرتكم، يعني هو اكثر لصوب البشره الاويلي للنورمال. انا لانه بشرتي هلا مع هول الكريمات اللي عم بستعملهم كثير منيحه، يعني بحاله طبيعيه، فهذا الشيء بيناسبها كثير. الالوان اللي فيها شوي غريبه لانه ما في كثير الوان، يعني لايت وميديوم بس، يمكن ما شفت لا في لايت بيج ميديوم ودارك. اللايت شوي فاتح علي يعني خلال الشتوية كتير منيح، بس بحس يعني هلا شوي صوب الخريف صوب الربيع سوري والصيفي ما بيناسبني بالمرة، مع انه الجارنييه كان يناسبني بكل الفصول لانه بحسه بيفوت مع البشرة وانه بيمتزج معه، بينما هيدا لا بيغطي اكتر ما بيمتزج مع البشرة. فاذا انتو حابين انه هاد تختاري الهاي كافرج اكتر من الجارنييه وبدكن سعر يكون كتير منيح، لانه يعني حقه يمكن اقل من $10 عنا بالسوبر ماركت وبتلاقوه وين ما كان، حتى مطرح ما بتجيبوا الجارنيه، بنصحكم فيه كتير منيح. شغلة تانية من الميك اب هو حمرة جديدة، هي من بورجوا اسمها روج اديشن فيلفت. هيدول الليبستيكس بيجوا بتحسوها ليكويد مثل جلوس، بس تحطوها على شفافكم بيصير مش مات بس فيلفت، يعني شوي لمعة صغيرة بس مثل يعني بمسحة واحدة، يعني بتحطوا مرة واحدة وبتحسوا بكفي، يعني لونه كتير غامق وديب وما تكون بحاجة للتغطية كتير وبيضاين كتير. هلا هني حاطين انه بيضاين شي 16 ساعة، ما بعرف قد هني قايلين شي 14 ساعة هيك بتذكر كان عليها، ما هالقد بيضاين، يعني اذا اكلته او شيء بيصير يروح شوي فيدينج، بس بفيدينج بطريقه حلوه، يعني بيروح بطريقه مش انه بضل عندكم هالخطوط اللي حوالين شفافكم والباقي بيروح، لا بيروح مع بعضه كلياته. اللون اللي عندي اياه هو لونه 03 اسمه هوت بيبر، كثير حلو، حابه ارجع اجرب الوان ثانيه، كان في لون واحد فوشيا حلو كثير. خلينا ننتقل هلا للنيل بولشز، والاثنين نيل بولشز اللي حبيتهم لهالشهر هو للشهرين الماضيين هن الاسي. هذا اللون مع انه بتقول انه شوي غريب انه ما انه كثير شتوي، بس انا بحب الالوان الفاتحه، يعني بحب البيج والابيض، وهذا اللون كثير حبيته لانه ما انه ابيض كثير، بيجي شوي على جراي وجرين، يعني فيها خضار، اسمه ابسولوتلي شور برقم 758، كثير حلو. هلا شوي غالي عندنا بلبنان حق 18000، بس انه انا لاحظت انه بس اشتري اسي نيل بولشز الوحيدين يلي بكفيهم للاخير، بينما النيل بولشز الثانيه يا بينشفوا يا لا، فدايما انا بنقي الالوان والوانه اصلا هن كثير حلوين. فاذا بتحبوا الالوان الفاتحه اللي جايه على ابيض وحلوه بنصحكم بهذا اللون من اسي. تاني نيل بولش يلي هو صراحة كومبينيشن بين اثنين يلي هني انا حطيتهم اصلا على ضفيري هلا، هني اثنيتهم من تشاينا جليز، بيجي اللون نوتي اند نايس يلي بيجي مثل بوردو غامق كتير، وبيجي معه توب كود مثل جليتر احمر على سيلفر. انا بحبهم مع بعضهم كتير مهضومين، هلا ما بحطهم على كل ضفيره، بحطهم على ضفر واحد بكل ايد. هول كومبينيشن كتير مهضومه، كتير كريسمسي، كتير هيك شتويه و بارتيز وخبريات هيك، ومع الجليتر بيضاين كتير، يعني بيضاين فوق العشرة ايام. هلا اشياء يلي هي شوي ميسيلينيوس يلي هي منا كتير ولا ميك اب ولا سكين كير. اول شيء الحلق، يعني هني عندي هيدول الحلق من زارا، اكيد شايفينهم كتير عندي بالفيديوز، بيجوا مثل الحبتين لولو هيك فوق بعضهم. وهلا صار عندي حلق جديد يلي عم بحب البسهم كمان من Forever 21، كمان نفس الطريقة، يعني بتحسوا مثل في حبة فوق وشي تحت، كتير حلوين، بيلبقوا على كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، يعني ما بتحسوهم طاغيين على وشكم، وبنفس الوقت بيعطوا شيء هيك مهضوم. فهيدول كانوا اثنين من الفاشن اكسسوارز. واخر شيء هو اذا انتم عندكم ايفون مثل كل العالم تعرفوا انه الايفون بطاريته ما بتضاين بالمره، سو جربت اجيب الباتريز يلي هني بيجوا مثل لحالهم وبتحطوا لهم مع الشريط،
صراحة ما كتير عم بيضينوني وأوقات بنساهم، فاشتريت آخر شيء هذا الشيء بيجي مثل كوفر للآيفون، بيجي هيك على هذا الشكل وبيجي معه هيدا الباتري اللي هي بتشرجوها لحال وبيركبوا على بعضهم فبهالطريقة ما بقى يركب. أوكي ركبوا اوكي بهالطريقه هون بيضوي. حبيت فيه انه منه كتير كبير ومنه كتير تقيل، يعني في منهم هول كفرج بيطلعوا كتير ضخمين، بينما هيدا انه سوا اكيد اكبر من الايفون العادي بس انه بينحمل. فاخر فتره عم بستعمله والفكره انه بضل بجزداني وبضاين تشريشته كتير، يعني انا هاي بس شرجة مره كامله بتضيني 3 مرات، يعني اوقات بستعملها ليومين 3 وبضاينوني. سو اذا عندكم نفس المشكله مثلي مع الايفون فيكم تجيبوا بهذا التشارجر. سو هدول هن كل الفيفوريتس يلي كان عندي هون لهالشهرين. ان شاء الله تكونوا حبيتوا موضوع هذا الفيديو، بليز اتركوا لي بخانه التعليقات شو هن البرودكتس يلي حبيتوا تستعملوهم خلال هالشهرين، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناه دنيا تيك، تعملوا لي فولو على الانستغرام وعلى الفيسبوك. باي.